حساسية اللاكتوز أو اللاكتوز انتولرنس، هي مشكلة صحية كل شائعة تصيب عدد كبير من الأشخاص، بعضهم ممكن يعرف بإصابته والآخر لحد الآن ما يعرف بإصابته. بس شنو هي أعراض حساسية اللاكتوز؟ يعد عدم هضم اللاكتوز حالة صحية كل شائعة بين البالغين، وتختلف حدتها من شخص إلى آخر. أعراض حساسية اللاكتوز ممكن تبدي بالإسهال، فالإسهال من أهم الأعراض المميزة لعدم هضم اللاكتوز بالشكل السليم، ويشخص الإنسان أنه مصاب بالإسهال في حال إخراجه أكثر من 200 غرام من البراز الرخو والمائي خلال 24 ساعة. وحالة عدم هضم اللاكتوز راح تسبب إصابة بالإسهال من خلال زيادة مستوى المي بالقولون، مما يزيد من حجم وسيولة البراز، وتعتبر هاي الحالة شائعة جدا بشكل خاص بين الأطفال أكثر من البالغين، ويتم تحويل اللاكتوز بالقولون إلى أحماض دهنية قصيرة السلاسل وغازات، حيث يتم امتصاص هاي الأحماض بالقولون والباقي منها يعمل على زيادة مستوى المي بالقولون إلى جانب اللاكتوز. الموضوع الثاني، نفخة وآلام بالمعدة إلى جانب الإسهال. ممكن يعاني المصاب بحساسية اللاكتوز من النفخة والألم بالمعدة، فمن يكون الجسم مو قادر على تحليل اللاكتوز يمر عبر الأمعاء حتى يوصل إلى القولون مثل ما ذكرنا، وبالتالي راح يتم تحليل بعضها إلى أحماض دهنية وغازات. هاي الغازات من شأنها أنه تسبب النفخة والألم والشعور بعدم الراحة، وتترافق ببعض الأحيان مع تشنجات بمنطقة البطن.